اسمح لنا مع قوتك ومع كل السادة المشاهدين نخرج نشوف التقرير ده ونشوف كمان وجهة نظر الناس وآرائهم عن العطاء ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. هو العطاء صعب بصراحة، مش سهل يعني، هي حاجة مش بتحصل كده يعني، مش سهل قوي ان انت تدي حاجة انت بتكون محتاجها، دي حاجة مش سهلة. بس طبعا بالتدريج وبعد ما الحد بيجرب الفرحة اللي بيحس بيها لما بيدي، بيحس انه عايز يدي اكتر واكتر من كتر ما هو بيحس حقيقي بانبساط. يعني اللي بيدي ده ربنا بيعوضه اكتر ما هو بيدي، يعني لان هو اصلا بيدي الحاجة اللي هو يمتلكها دي اصلا بتاعت ربنا، يعني مش ملكه، هو ربنا اللي جايبها له، فاكيد لما هيديها ربنا هيعوضه عنها كتير يعني. وانا جربت الحاجات دي في حياتي يعني. الموت المسرور يحبه الرب، خلاص معروفه يعني. طبعا كل الانسان ما بيعطي ربنا بيعوضه من غير ما يحس. بدون العطاء ده ما نقدرش نوصل لعلاقه مع ربنا، فالعطاء دي لما الواحد بيدي من عوازه بيحس ببركات كتيرة، وأكيد ربنا بيعوضه أضعاف. في العموم بالنسبة للمؤسسات الخيرية دي اتعملت ليه من الأول؟ لأن هما فكروا إن لما حد يدي حد والحد اللي تعطى له ده يدي حد تاني وهكذا تمشي السلسلة، هيعم الخير في العالم، والعطاء ده هيحسوا قد إيه هو بيفرق جدا جدا، وده بنشوف واضح جدا في فكرة المؤسسات الخيرية يعني. والمثال والقدوة لينا طبعا المسيح، أكبر عطاء الحب يعني، مفيش عطاء اعظم من انت تقدم حب، ده اعظم عطاء انا بشوفه يعني. ما تدي حاجه من جواك وتبقى نابعه من جواك وتبقى نابعه من السلام اللي جواك، هو لازم هيبارك فيها. لما تدي مثلا من وقتك لاصحابك ان انت تساعدهم، او لزمايلك، او للناس اللي قدامك انت تساعدهم، ربنا بيبارك في وقتك، بيبارك في حياتك، بيبارك، بيديك ثمره روحيه جديده، بيديك ثمار، بتبقى انت من جواك بتبقى عايز تدي، بتبقى عايز تدي اللي قدامك، هو بيبقى مليان، بيبقى مليك وبيفيد عليك، فبيفيد عشان تدي اللي قدامك. انا جربت الموضوع ده كتير، انا جوزي متوفي ولما بدي من العشور ربنا بيعوضني كتير، اي مبلغ يجيني بطلع منه العشور ربنا بيعوضني منه. وجربت كتير، كنت مزنوقه كتير وربنا وقف جنبي كتير. ارمي خبزك على وجه المياه فيعود اليك بعد ايام كثيره. الكتاب المقدس بيعلمنا البذل والعطاء بامثله كتيره جدا جدا، أشهرها على الإطلاق هو بذل السيد المسيح لحياته على الصليب من أجلنا. علشان كده أي حاجة بنقدمها أو أي عطاء بنقدمه ما بيكونش ليها أي قيمة، بتسويش كتير، بتسويش حاجة أصلا قدام اللي السيد المسيح له كل المجد عمله علشاننا، بس أهو نحاول نكون شبهه ونتمثل بيه. فريد إدوار، سي تي في.